أسر سبع مصريين مختطفين في ليبيا من أكتر من سنة من غير ما يكون في أي أخبار عنهم. السبعة دول من أربعة من أسيوط، واحد من سوهاج، واحد من المنيا، واحد من اسكندرية، وواحد من دمنهور. أكتر من مرة نظموا وقفات، وأكتر من مرة عملوا لقاءات مع الخارجية، لحد الوقت ما فيش أي أخبار عنهم. هم هناك جاوا خطفوه في الطريق، البوابة بتاعت بوابة اسمها بوابة أراو، خطفوه خدوه من العربية نزلوه، هم كانوا ثلاث عربيات مع بعض نزلوه من العربية وخدوه، هو الوحيد عشان هو مسيحي خدوه من العربية ونزلوه. خطف من 15/9/2014، هو واحد ما اسمه عبد الفتاح عبد الواد البحيري من دمنهور. الاثنين دول مخطوفين مع بعض بالسياره بتاعتهم، ومن ساعتها ما عرفناش عنهم اي حاجه. حتى شنوده كان قاعد هناك هو مستقر هو وعياله، ونزلنا عياله بعد اختفائه بشهر، ولحد الان برضه مش عارفين نوصلوا له بحل. يعني كل ما نكلمه حد هناك بيطمننا عليه، بيقول لك هو موجود بخير ما تقلقش هيطلع. وجينا الخارجية أكتر من 10-6 مرات، جينا كذا مرة قبل كده، وبرضه قابلنا المسؤولين ومفيش أي نتيجة. كان قاعد في مصراته، داخل مصراته، ومخطوف من داخل مصراته، بس هو بعيد عن داعش، مش مع داعش، لأن هو مخطوف من وسط البلد، ومخطوف الساعة 4 الظهر هو وعربيته، حتى عربيته مالهاش أي أصل. عبد الفتاح ده مسلم، وده دليل إن هو بعيد عن داعش. يعني لو داعش حتى مستعصبة شنودة كنا هنقول يسيبوا عبد الفتاح، لكن ده بدليل ان هو بعيد عن داعش. طب دور لنا يا ريس على الناس اللي بقى لها سنه ونص، عرفنا ايه حكايتهم، موجودين ولا لا؟ الناس بقى لها 20 يوم وجبتهم، اللي بقى لهم سنه ونص مش عارفين يجيبوهم،